صباح الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا من سيد البرنوسي غنطلقوا ان شاء الله المعارف، وكتعيشوا معنا اجواء الصباح، يعني ايام قليلة قبل رفع الحجر الصحي ولا حالة الطوارئ. نتمنى من الله عز وجل انه يرفع لنا هذا الوباء في اقرب وقت، نقدروا نرجعوا لحياتنا الطبيعية، سواء على مستوى الناس انهم يخدموا او لا، يمشيوا يزوروا الاحباب او لا، اذا ترجعوا المدرسه صباحكم مبروك. كيف ما ذكرت هذه الايام الحمد لله الاجواء جميله، اليوم ما كاين شويه البرد، ما كاينش الصاد بحال الايام اللي فاتت. مشاهدينا حنا مازالين في حي البرنوسي، ودابا في اتجاه طريق السيار اللي كيدي لمدينه الدار البيضاء كاليفورنيا معارف. صباح النور عليكم كاملين، ونتمنى ان شاء الله هذا اليوم يدوز عليكم زوين، تكونوا دائما فرحانين، ما عمركم تقلقوا من شي حاجه. إذا مشاهدينا اليوم السبت، كتشوفوا الطريق راه خاوية، دابا غنتجهوا لطريق السيار مشاهدينا. صباح النور عليكم كامل الناس اللي كيصبحوا علينا، صباح النور عليكم، وتكونوا دائما فرحانين يا ربي. تحيه لعمال النظافه ورجال الامن اللي ساهرين على خدمه البلاد.
هاد البلاصه ما بين البرنوسي، يعني هذا البرنوسي دخلنا دابا للطريق السير، دخلنا لوطوروت باش نمشيو للمعارف. مشاهدينا الكرام، هذه اجواء طريق السيار. اسمحوا لي لان سايقة ما قدرش نجاوب معكم في التعاليق اللي كتخليوها، دونك شويه طريق السيار اليوم حيت السبت شويه خاويه، الناس بالضبط كتستانس العمل ديالها. نتمنوا التوفيق للجميع، نهاركم مبروك، ونتلاقاو ان شاء الله في بث مباشر متاخر. الى اللقاء.